عايز اسمع حضراتكم الجزء. عندما سئل كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عن هل أنت زعلان من اللعيبة اللي مشيت، شاهد رد محمود الخطيب. زعلت من رحيل بعض اللاعبين لأندية أخرى من الأهلي لأندية أخرى بسبب المبالغ أو العروض اللي قدمت لهم. أنا ما زعلتش، أنا زعلان عليهم، والمفروض هم اللي يزعلوا انهم سابوا النادي الاهلي. هل حضرتك شفت وش كابتن خطيب اتغير، وش كابتن خطيب قلق؟ ما فيش حاجه. كابتن خطيب رد مباشر سريع وتلقائي بانه ما عندوش حاجه يقولها، هو بيحب النادي ده وعارف النادي ده اسمه بيعمل كل حاجه وعارف قيمه النادي وعارف كل حاجه، فبالتالي رد سريع ومباشر في منتصف الجبهة زي ما بيقولوا طك، وجعت ناس كتيرة. خلي بال حضراتكم كتيرة جدا لغاية دلوقتي الكلمتين دول تعبين ناس كتيرة جدا جدا من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.